كان إنسان من الفريسيين اسمه نيكوديموس رئيس لليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلا. يا معلم، نحن نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، فلا أحد يقدر أن يعمل ما تعمل إن لم يكن الله معه. الحق أقول لك، لا أحد يرى ملكوت الله إن لم يولد ثانية. كيف يمكن للشيخ أن يولد ثانية؟ أيقدر أن يدخل بطن أمه ويولد ثانية؟ الحق أقول لك، من لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولد ثانية. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكن لا تعلم من أين تأتي ولا أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. كيف يكون ذلك؟ أنت معلم إسرائيل، ولست تعلم هذا؟ الحق أقول لك، نحن نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. لا تؤمنون إن قلت لكم الأرضيات. فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، بحيث أن كل من يؤمن به ينال الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله، وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة.